تعد كبسولات أو حبوب الثوم علاجاً فعالاً للعديد من المشكلات الصحية والجمالية، فضلاً عن كونها عاملاً وقائياً للعديد من الأمراض. وتعتبر مكملات الثوم من أفضل أنواع الفيتامينات للوقاية من أمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول. ويعتقد أن خصائصه المعززة للصحة ناتجة عن محتواه العالي من الكبريت، وفقاً لخبير التغذية جوليتش، تعالج مشاكل الجهاز التنفس المختلفة بما فيها الربو والسعال والنزلات الشعبية والبرد والإنفلونزا، حيث تعتبر منقياً للقصبات والشعب الهوائية، كما تعد طاردة للبلغم وتقضي على التهاب الحلق. تعزيز أداء جهاز المناعة، تشير الدراسات إلى أن الثوم يحفز خلايا الدم البيضاء عن طريق زيادة الجلوتاثيون، ولأن هذه الخلايا هي خلايا مناعية فإنها توفر الحماية ضد العدوى والالتهابات، في حين أن الجلوتاثيون مضاد للأكسدة يحمي الخلايا المناعية من المواد الضارة. وكشف العلماء أن مكملات الثوم تعمل أيضاً على خفض ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاعه، ولكن ما يزال يتعين عليك التحدث إلى الطبيب قبل إضافة أي مكمل جديد إلى نظامك الغذائي في حال كنت تتناول بالفعل أدوية موصوفة، ولا ينبغي أبداً تناولها بدلاً من دواء ارتفاع ضغط الدم. يعد الثوم آمناً عند غالبية الأشخاص عند استهلاكه عن طريق الفم، لكن توجد بعض الحالات التي يجب أخذ الحيطة والحذر عند استخدامه فيها، منها ما يأتي: الحمل ويتطلب استشارة الطبيب على الفور، مشكلات النزيف إذ يزيد الثوم من احتمالية التعرض للنزيف، مرض السكري إذ يقلل الثوم نسبة السكر في الدم، مشكلات في المعدة أو الهضم، انخفاض ضغط الدم. يجب أخذ الحيطة عند استخدام الثوم للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم لأنه يخفضه.